السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد من دروس بهجة أكاديمية. إذا درسنا اليوم غادي يكون تكملة ديال الدرس اللي فات، اللي هو الفائدة ليتيليتي ديال لي غاسيرز و سيترز، يوتيليتي ديالهم، لاش كيصلحو لنا، لاش كنديروهم أصلا، ولاش كاين. على سبيل المثال، لا على سبيل الحصر، غادي ندير واحد المثال بسيط. بلاتي بلاتي، وقف وقف، عرفتي هاد الجملة اللي قلت خصك ما تسماش من المتتبعين ديالي لما وقفتي وصفقتي في داركم فيما كنتي صفق ليا، عرفتي شحال وانا كنحفظ فيها؟ غادي نمشيو هنايا للمين وغادي نديرو مثلا، كاين عندنا اصلا واحد المثال بدينا ودرت هذا المثال هذا باش يبين لكم نيت الخطا اللي غادي نطيحوا فيه. افترضوا معايا ان التليفون كتكون عنده واحد القياس في الرام 3 4 5 2 1، المهم على حساب، ولكن تصوروا يجي شي حد ويكتب لينا ناقص 3. هنا شنو وقع؟ ولا عندنا تليفون اللي عنده لا رام عدد سالب، بلاتي انا نحيدو علينا هادي، ولا عندنا حيت كانت كتاكخاز بهاد الكلمه هادي لهنا، ولا عندنا واحد التليفون اللي عنده لا رام فيها عدد سالب، هادشي اللي شي حاجه اللي ما تمكنش، ناقص 3. دونك شنو نديرو؟ اول حاجه غادي نديروها، حيت ولا عندنا شي حد اللي كيتدخل لينا في الكود كيحط اللي بغا، كيمشي نيشان لذاك الفاريابل اللي حنا مديكلارين اللي هو رام، وكيمشي يحط فيه ما بغا. حنا غادي ندير واحد الباب، غادي نسدو على الناس انهم باقي يدخلوا يكون عندهم لاكسي لهذاك الفاريابل، يعني غنرجعو وسط من كبسوله، اللي هو لو تيرم اللي كنستعملو نيت في سميتو في البروغراماسيون اورينتي اوبجي، كنقولو لونكابسيلاسيون ولا انكابسوليشن، اللي هو انك كترجع داك الفاريابل كدير عليه كبسوله. شنو هي كبسوله؟ هي كتخلي حتى شي حد ما يقيسو، حتى شي حد ما يقرب ليه، انت اللي كتولي كتعامل مع داك الفاريابل بحال كدير واحد الوسيط ما بين الفاريابل وما بين دوك لي فالور، سواء اللي بغى يقراهم ولا اللي بغى يحطهم. كيفاش كنرجعوا على واحد الفاريابل كبسوله، اولا كيفاش كنديروا لونكابسيلاسيون؟ هي ملي كنديروا برايفت. دونك الا درت لهادو كلهم برايفت، وهلي بلاتي 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 بلاتي، دونك برايفت، الكلافيه كتكسيري، برايفت، لا واه لا واه، ونجيو هنا برايفت. دونك بالنسبه لهادو كلهم رجعناهم برايفت، اشنو معنيتها؟ انه ما بقيناش نقدروا ندوزو لي فالور بحال ما هكا. الا لاحظتوا هادشي كلشي دابا راه ولا ايغور، ولا فيه مشكل، ما تقدرش تباسي واحد لانفورماسيون بهاد الطريقه هادي، انك يكون عندك لاكسينيشن الفاريابل. لا، شكون الوحيد اللي بقى عندنا نستعملوه باش نحطو دي زانفورماسيون الى عقلتو؟ هما الجيترز دو سيترز. دونك الا باغي تباسي اندرويد خاصك تجي هنا وتقول ليه سيت او اس، وتباسي داكشي اللي بغيتي. باغي تباسي رام غادي تقول ليه سيت رام، وغادي تجي هنا وغادي تباسي لانفورماسيون، نفس الشيء. دابا غادي يرجع يخدم عادي. فين كينفعنا السيترز؟ هو ان السيتر ممكن يكون عنده كونديسيون، ماشي بحال ملي كتجي قبيله ديريكت كتقول ليه فون واحد بوان رام وتعطيه اللي بغيتي، يعطيه ناقص يعطيه زائد. لا، هنا غيولي عندنا واحد الحاجه، غتولي عندنا واحد القضيه اللي نقول ليه شتي اللي بغى يعطيك الرام اف، فين هي هذا الجيت، نمشيو للسيت، سيت رام، if RAM supérieur، دونك RAM اللي غيعطيك ليتيليزاتور supérieur لواحد مثلا، أولا supérieur أو إيكال واحد، يعني المينيموم التليفون تكون عنده 1 جيجا في الرام. إلا كان هادشي يا سيدي، دير لينا أن this point RAM كتساوي لنا هاديك الرام اللي دخل ليتيليزاتور، سينو مثلا كتب else ونديرو مثلا اس اوت تشيك فاليو يو انترد ان يو انترد ان رام. الى كتبتي لنا لا رام صحيحه واحد ولا الفوق، غادي ندخلو لا رام، ندخلو ديك لا فالور نستوكيوها، سينو كتبتي لنا شي حاجه مخربقه غادي نعطيوك هذا الميساج نقول لك تيقن مع هذيك الفالور اللي دخلتي في الرام. غادي نمشيو هنا ونديرو اكزيكيتي، دونك هنايا شنو كتب ليا؟ تشيك ذا فاليو يو انترد ان رام،
وخلاها زيرو، حيت سميتو الاعداد في لغه جافا كيتينيسياليزاو بزيرو، بغيتي ولا كرهتي كيدخل فيهم زيرو في الاول، يعني ما كتحكمش هذه. اذا هنايا لو انني بدلت هاد ناقص 3 ودرتها مثلا جوج، لاحظوا هنا ما غيعطينيش هذاك الميساج، وانما غادي يعطيني جوج. مزيان. دونك هذه كيف قلنا غير واحده من الحوايج اللي ممكن فين ممكن تستعملها، ورا نفس الشيء ممكن تابليكيو على ملي كتكون عندكم مثلا جيستيون بونكير، واش انت بغيتي شي واحد اللي يكتب لوبجي اللي فيه الكونت بوان البالونس ويعطي البالونس اللي بغى، راه ما يمكنش، خصك دير لي واحد الجاتو سيت، باش الا مثلا بغى يديبوزي شي حاجه خص العدد يكون موجب، بغى ينقص شي حاجه يكون سالب، ثاني الا بغى ينقص خاص ضروري يكون عنده ديك القيمه ديال المال اللي بغى يخرج خاصها تكون موجوده اصلا في الكونت ديالو، ما يخرجش اكثر من داك الشيء اصلا اللي كيملك هو. يعني هادو كيخليو دوك لي فونكسيون الجيترز والسيترز قبل ما يمشي يحط لانفورماسيون يتاكد منها، ماشي يبقى غير كيجي وكيحط اللي جات قدامه كيحطها. دونك هنايا هذا هو الفائده ديال الجيترز والسيترز. كاينين بزاف الفوائد اخرين اللي غادي نشوفوهم من بعد ملي نعودو نابليكيو على دي بروغرام. كاينين بروغرامات كنحاول انني نخدم عليهم، غير حاليا مبرزات مع واحد السيت ويب كنصوبو لكم، ان شاء الله الا كمل راه غادي تلقاو فيه هادشي كامل وبليزيكزارسيس بالبي دي اف بالفيديوهات بالقرينه مضروبه بكلشي. شكرا على التتبع ديالكم، نشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.